معنا الأخصائي التغذية عبد الله بن زيد صفيان. يا مرحبا يا مسهلا. مرحبا أخوي عبد العزيز، ورحب فيك ورحب بالسادة المشاهدين وكل السابقين منهم نافر وبندر ومحمد ومحسن، ولا ننسى أبو علي الله يعطيه العافية. يا مرحبا ويا مسهلا، حيا الله الشيخ أبو عابد. الله يجزيك ويطول عمرك ويسلم عنك. يا صحتك خير يا رب لك الحمد، الله يسعدك طول لي عمرك. زود بالعافية، سرنا سمع صوتك يا حبيبي. يا قادراتي والله الله يطول بعمرك ولا لك زود، الله يحفظ قبرك ساعات اللي شارك معك يا الله يبارك فيك. نشكر لك. أنا طبعا نسكت مع الرجل والله قبل تقريبا صلاة الظهر تقريبا أو قبلها، والرجال من طيبه على طول أعطانا الإجابة، فعسى الله يبيض وجهك ويكتب أجرك إن شاء الله. وجهك وانا ما يحتاج، انا منكم وفيكم، وبدايه هي قناه الجميع الله يحفظك. عسى الله يبيض وجهك ويكتب اجرك. طبعا ابو عابد بيعطيكم يعني شيء كذا يعني خفيف عن سيرته الذاتيه، الاشياء اللي قد قدمها عبد الله، وبعدها ان شاء الله بندردش معاه على كذا موضوع. عبد الله بس تعطينا نبذه عن عبد الله بن زيد. والله يقول العمر الواحد ما يحب انه يمدح نفسه، ولكن لا تستاهل تستاهل، هذه ابداعاتك انت قدمتها وبس، لازم تطلع على الناس. جعل والديك بالجنه. بالنسبه لسؤالك الله يسعدك، طبعا انا حاصل على الدوره لتغذيه مرضى السليك او تغذيه مرضى الطمث. يا سلام. وحاصل على دوره في صحه المراه. يا سلام. ودوره في تغذيه مرضى السكري، ودوره في صحتك في عظامك، وشاركت مع وزاره التعليم وزاره الصحه البرنامج المشترك عن التغذية والرياضة كمتحدث، والحمد لله هذا من فضل الله سبحانه. يا سلام، عسى الله يوفقك إن شاء الله. اللهم أمين، وياك الله يسلك طول عمرك. حبيبي أبو عابد، المحاول واجد والاستفسارات واجدة، وودنا نسأل عن الشيء هذا والشيء هذا، ونبغى نعرف وش فائدة هذه، بس إن شاء الله بناخذ كل أسبوع يا طول العمر السلامة حاجة معينة كذا تفيد بها المشاهدين وتفيدنا بعد فيها. ابد تامر امر الله يسعدك. الله يبيض وجهك في حزه ويامر ما يامر عليك ظالم. حبيبي في فيتامين سي، يعني ابرز مصادر فيتامين سي وطريقه يعني طريقه حفظه، لان الواحد تعرف الايام ذي مع الانفلونزا مع البرد لازم الفيتامين سي ذا لازم انه يقويه. كيف الطريقه يا حبيبي؟ بالضبط، ولما نجي نتكلم عن فيتامين سي الله يسعدك، طبعا فيتامين سي هو يستخدم لإعادة إحياء الخلايا الميتة. يا سلام. ويستخدم لتقوية المناعة، يعني الواحد اللي يبغى يحتاط من نزلات الإنفلونزا وغيرها فيحرص على فيتامين سي، لكن وقت الإصابة بالإنفلونزا نفسها من الصعب أنك تستخدم فيتامين سي لتقوية المناعة، لأنه تمكن منك الفيروس وفي وقتها ما راح تقدر أنك تقاوم المرض هذا بفيتامين سي. لكن فيتامين سي بشكل عام أبرز مصادره طبعا الجوافة، الكيوي، البرتقال، الفراولة، الفلفل الأخضر، الفلفل الأحمر، الطماطم، البروكلي، مصادر عديدة جدا. ونسبة الاحتياج طبعا تفرق من الرجل للمرأة. الرجل تقريبا يحتاج من 90 إلى 100 ملي جرام في اليوم، والمرأة تحتاج من 75 إلى 80 ملي جرام في اليوم. يا سلام. والطفل تقريبا يحتاج 40، لكن خلنا نسأل الشباب ونشوف ثقافتهم الصحية. الشباب سؤال يعني اقول بالنسبه للشباب ونشوف ثقافتهم الصحيه والساده المشاهدين، لان هذه معلومه شائعه وللاسف انها ما هي صحيحه. طيب وش اعلى مصادر فيتامين سي؟ وش ايش؟ اعلى مصادر فيتامين سي الطبيعيه. اهم مصادر فيتامين سي الطبيعيه وش هي؟ البرتقال. يا سلام. الليمون. لا لا ابغى اعلى مصدر، تتوقعون الجوافه اعلى ولا البرتقال؟ بس حبيبي فؤاد بس بترفع الصوت شوي عندنا هنا. اقول وش اعلى مصدر؟ هل هو الجوافه ولا البرتقال؟ شو شو؟ البرتقال او ايش؟ او الجوافه. او الجوافه. جوافه. ايه جوافه جوافه. برتقال جوافه. جوافه قول. وانت؟ اللي نعرف هو البرتقال دائما ناكل منه. محسن. لا البرتقال ولا الجوافه؟ البرتقال، بس خلي محمد لا يقلي الزيت لا يحط. طيب يا اخوي الرجال معنا على اتصال. يا مرحبا يا استاذ عبد الله، الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالنور. يا هلا والله. بس انا كيف الحال؟ يعطيك الف اسف حقك علي. طيب برتقال ولا جوافه يا محسن؟ الفيتامين سي في البرتقال. برتقال. طيب ابو عابد حبيبي، في واحد جوافه هنا وثلاثه برتقال. ابو علي طبعا الاجابه الصحيحه هي الجوافه.
الجوافه البرتقال اجابه غير صحيحه. طبعا الجوافه تحتوي على 200 ملي جرام، لكن البرتقال الحبه الواحده تقريبا تصل الى 85 ملي جرام. يعني الحين الجوافه 200 ملي جرام. 200 ملي جرام يعني كفايه اني اخذ واحده في اليوم. صدق والله؟ اي لو تاخذ واحده في اليوم اعطتك مخزونك بالفيتامين سي بشكل كامل. حلو، طيب البرتقال واخذت واحده اتوقع نقول 80 جرام صح؟ البرتقال برضه لو تاخذ حبه منه وشوي من الفراوله وكذا تكفي احتياجك، لكن ما عندنا اشكاليه في زياده فيتامين سي. زياده فيتامين سي لما تاخذ بشكل زائد ما يسبب لك اضرار، الجسم يتخلص منها، ياخذ احتياجه ويتخلص من الباقي منها خارج الجسم. حلو، جبنا. لكن بالنسبه لطريقه حفظ فيتامين سي، اغلب الناس طريقه وضعهم فيتامين سي يكون مع السلطات، سلطه الفواكه او غيرها. من الخطا انك لما تضع البرتقال او الفراوله في سلطه الفواكه انك ما تغطيها. اني ما اغطيها. اي تعرض الفواكه خصوصا اللي تحتوي على فيتامين سي للاكسجين او الحراره تفقد جزء من قيمتها فيتامين سي. يا سلام، يعني اغلفها بالسلوفان او قصدير او بالضبط، لازم تغطيتها بشكل محكم. يا سلام، عشان انك تاخذ فوائدها بشكل كامل. حلو. يا سلام حلو. حلو يا حبيبي. عسى الله يبيض وجهك ان شاء الله ويجمل حالك. وجهك الله يرفع قدرك. ولا ننسى اهم فائده الفيتامين سي اللي هي انها فائدته الرئيسيه انها يساعد في امتصاص الحديد. حلو حلو حلو، لان اغلب الناس يعانون من مشاكل فقر الدم وغيرها. ايش تنصح به يا حبيبي ابو عابد؟ وان شاء الله هذه سلسله ان شاء الله مع الايام القادمه بناخذ كل يوم معلومه. ايش تنصح اللي يشوفونك او يسمعونك؟ والله انصحهم بالمحافظه على الصحه بشكل كامل، وتغيير سلوكك الغذائي اهم من الرجيم نفسه. لان اغلب الناس ماشيين على الرجيم او الدايت لفتره مؤقته. هذا خطا، الاصل في اي رجيم او اي نظام غذائي يكون تغيير ذاتي، تغيير في قناعاتك الغذائيه، تغيير في طريقه اكلك، لان هي بحد ذاتها قادره لتغيير وزنك وتغيير صحتك للافضل. يعني ما يحتاج تكميم وقص معده وكذا، بس تغيير السلوك الغذائي. هذه يبغى لها سلسله ثانيه الله يسلمك، وندرس فيها جلسه رائقه ونتفاهم عليها. حلو حلو، ان شاء الله بناخذها باذن الله المرات الجايه، عسى الله يبيض وجهك. شاكر مقدر لك حبيبنا الاخصائي الغذائي عبد الله بن زيد، عسى الله يبيض وجهك. معلومات يا جماعه كانت